مشاهدينا الكرام، متابعي قناتنا الأوفياء، مرحبا بكم معنا في هذه الأمسية الطيبة. بداية أريد أن تستمعوا لموضوع كلامي في هذه السهرة. وفي هذا الفيديو نوريكم باللي الجيش الفرنسي هو اللي يحارب في بلاصة الجزائر. تسمى الجيش الفرنسي هو اللي ولا مرتزق عند الجزائر، ماشي الجيش الجزائري راح يولي مرتزق عند فرنسا. دوك نوريكم ا بلوس بي. شوفوا بلافير تاع المالي كيفاش الجيش تاع فرنسا هو اللي ولا تيرايور، ماشي لي زالجيريان، خدمناهم بلا ما فاقوا. يقوم الأخ رافع 156 بنسخ نظرية الخونة والعملاء الذين كانوا يعارضون تغيير الدستور، خاصة المادة التي تسمح للجيش الجزائري بالتدخل خارج الحدود. فحسب الأخ رافع، فإن الجيش الفرنسي يخوض حرب في مالي بالوكالة على الجيش الجزائري. فطازطوز وأتباعه كعادتهم، ومعهم الكابتان المطرود من الجيش حرطاني هشام عبود، يعودون للدستور الجديد، خاصة قضية تدخل الجيش خارج الحدود. إذ يعتقد طازطوز وأتباعه بأن فرنسا تحضر لجعل الجيش الجزائري كمرتزق يحارب لأجلها في مالي. فيرد عليه الأخ رافع بأن الجيش الجزائري هو من ورط فرنسا، حيث أن الجزائر التزمت بحماية الحدود، وبقيت فرنسا مجبرة على خوض الحرب في مالي ضد الدواعش الذين صنعتهم دويلة قطر. ويذكر الأخ رافع بأن الجزائر، وبعد إحضار الدواعش لحدودها الجنوبية من أجل التحضير لربيع تخريبي عربي، قامت بغلق الحدود وتشديد الحراسة والحماية، فاضطرت فرنسا للتدخل في مالي من أجل حماية مصالحها هناك، وقد دخلت مستنقع لم تستطع الخروج منه لحد الآن، لا بجيشها ولا بأموالها ولا حتى بسمعتها، عكس ما يروج له طزطوز من أخبار زائفة كي يحرض الشعب وعائلات المجندين في الجيش الوطني الشعبي. ويذكر الأخ رافع أن الجزائر لم تتعاون إطلاقا مع فرنسا، إذ أنها لم تسمح لطائرات الرافال التابعة لجيشها بالعبور فوق الأجواء الجزائرية، فاضطرت إلى العبور على الأجواء المغربية المخنزية باتجاه مالي. وقد علق رافع على عملية الجيش الفرنسي في شمال مالي التي كانت تستهدف تنظيم دروكدال، علق عليها أن وعن غير قصد أنها قدمت خدمة كبيرة للجيش الجزائري، إذ أنها حاربت عدو لدود بالوكالة عنها. طبعا فرنسا فعلت هذا من أجل ضمان وجودها في مالي، لكن أكبر مستفيد من عملياتها ضد المتطرفين هي الجزائر طبعا، إذ أن الجيش الوطني الشعبي يتخلص من أعدائه من دون الاضطرار إلى خوض الحرب ضدهم، وكل هذا بفضل غباء الفرنسيين كما يقول الأخ رافع في هذا الجزء. لنستمع. احنا مريحين وفرنسا نضربوا معاهم. يا كابي يا زيطوط، يا تحب ريحه الشباب ديالنا، واعرين احنا واعرين. شوف تعرف امبوسيبل. حيلة هادي عيطوا لها وش بيك. احنا نروحوا نحاربوا في المالي اون بلان ربيع العربي، ليبيا ديستابيليزي، تونس ديستابيليزي، مصر ديستابيليزي، سوريا ديستابيليزي، حبوا يقلبونا من الركعه ديال، حبوا دخلونا في دوامة تاع الربيع العربي وخلطوا انا مع العرب، دخلوا المالي وبقى تفر فينا، دخلوا في غير احنا ونعرفوا السياسه احنا. فازي غونتر، حبيت تدخلوا دخلوا المالي يا بات بروبليم، ضربوا بيناتكم. هما اللي قتلوا دروك دال، شكون اللي قتلوا؟ ماشي تما هادو الجيش الفرنسي قتل عدو الجزائر، دونك الجيش الفرنسي راهو يخدم على الجزائر. لي زوطاج تاعو اللي يدوهم له تما، البومبات اللي داروهم له في باري، لي زاطونطا يحلفوا فيهم القاعده من مالي، وحنا انا قاعدين نتفرجوا. وقال لك حنا رانا نخدموا لهم تيراي، ولاد فرنسا هما اللي تيرايور ديالنا. هاكو سمعت قال لك انا في بوربيك حاليا، كيفاش نخرجوا من تما؟ دراهم خسروا دراهم الدنيا، لي بليسي لي مور، الناس تروماتيزي، وحنا رانا مازلنا نورمال. روح بيوري لكم باللي حنا رايحين خلاص من سنين وما يديروا في الكيرات، الكيرات غير تخلاص ندخلوا. نحكموا فرنسا ملي اللي توجع دركا، عندنا كارت دي بريسيون عليهم باش يخرج، هذاك ما يخرج تصرا يلاشتي تما، كي باش يخرج ياكلها تما خضرا. وكما يبدو فإنه، وبالرغم من هذا، فدولة مالي عازمة على التخلص من الهيمنة الفرنسية بأي طريقة كانت.
فقيادة البلاد الجديدة بعد الانقلاب الأخير طلبت الحماية الروسية كبداية للتخلص من جيش فرنسا وسيطرتها على البلاد. يبدو أن الجزائر تملك حنكة ودبلوماسية وتخطيط لا مثيل له، فهي استطاعت التفوق على أكبر دولة أوروبية إجراما. فبالرغم من المؤامرات التي تحاك ضد بلادنا، إلا أننا لم نتورط في أي حرب سواء مع الجيران أو مع المتطرفين، وقد استطاع الجيش الوطني الشعبي تعلم الدرس مما جرى في التسعينات، إذ أنه رغم الخسائر البشرية والمادية التي تكبدتها الدولة الجزائرية، إلا أنه استطاع الخروج من الأزمة بأقل الأضرار التي كان يتوقعها الخصوم الذين خططوا لكل هذا. وللخروج من أزمة مالي، يرى الأخ رافع أنه من الواجب أن نؤسس جيش نظامي تابع للدولة المالية، وعلى الفرنسيين أن يمولوا هذا الجيش، لأنه حاليا يوجد طلبة ضباط من دولة مالي يتدربون في مدارس الجيش الوطني الشعبي في مختلف الأسلحة. لنستمع لهذا التسجيل للأخ رافع. مريح نفهمك كيفاش نديرو في المالي. الا حبيت نقاتلو مع لي كيرو يستعدو ما دوك نقولو كيفاش نديرو. نفورمي اون ارمي في المالي، فهمت؟ اون ارمي صحيحه، وانتوما تجيبوا دراهم وانتوما تفينونسيو وحنا نفورميوهم معاكم ونخليوهم. سينو روح تلعب على روحك، دبر راسك في المالي. حنا قادرين على شغل، لا فونتيير تاعنا قط ما يدخل يدخل نهبط. حصلوا حصله كبيره، حصلناهم في حصله كبيره. دونك شكون اللي يخدم على الاخر؟ الجيش الفرنسي تحت اوامر الجيش الجزائريه. أصدقائي المشاهدين، هذا باختصار ما جاء في مداخلة الأخ رافع 156 في هذا الموضوع. نلتقي في موضوع آخر، وإلى ذلكم الحين إلى اللقاء.